معنا بالاستديو المخرج يزن نجدت انزور. يسعد صباحك. صباح الخير. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا. بالبدايه طبعا بدنا نحكي عن فيلم حنين الذاكره، خلينا نحكي عنه وعن قصته ونتعرف بشكل اكبر عنه. هلا حنين الذاكره هو فيلم خاص بالمؤسسه، اول يعني تقريبا اول مره بيصير، او هي تجربه من 40 سنه يمكن صارت مره، بس هي المره الثانيه. هي مشتركة بين 4 مخرجين، ارتأت المؤسسة انها تعطي فرصة للشباب اللي طامح انه يعمل سينما جديدة. فالحمد لله كان لي نصيب انا اني اعمل المرحلة الاولى، هي مرحلة المفتاح لنقول. هلا الفيلم بيحكي عن صراع العربي خلال 50 سنة من الحروب والمؤامرات على منطقتنا العربية، عن طريق عائلة نازحة من بعد حرب، بعد نكسة حزيران 1967، شلون انتقلوا على الشام واحتلت القنيطرة، بعدين حرب تشرين تحريرية وكل الأحداث اللاحقة اللي صارت بالأمة العربية. هلا امبارح كان الافتتاح الأول لهذا الفيلم، والحمد لله الأصداء لهلا كتير إيجابية. منيح كثير هذا الحكي، دائما شيء ايجابي نحن دائما اللي بنسعى له. يمكن المراحل اللي حكيت عنها مراحل عديده ضمن الفيلم هو اللي خلى 4 مخرجين يتشاركوا باخراجه، لاي مدى خلينا نقول لا، وهي التجربه كانت ايجابيه. هلا هي تجربه جديده مثل ما قلنا، اي تجربه فيها شغلات ايجابيه وفيها شغلات سلبيه، بس اجمالا كان الامور ايجابيه اكثر الحمد لله. هلا انت بتشوفي مدارس سينما قدامك لما بتطلعي على هذا الفيلم، لانه كل مخرج في له رؤيته، في له اسلوبه اللي حب ياخذ فيه المرحله تبعه. ففيك تقولي هو رادف قوي للثقافه، اللي حابب يتثقف بالسينما، اللي حابب يشوف فعلا بيشوف شيء انه بيعرف يصير يفرق تمام بين الاساليب كمتابع عادي، والمتابع اللي بيكون مخضرم بالمهنه فكمان بهمه هذا الموضوع، شلون قدروا الشباب يتناولوا هالمواضيع وشو الاسلوب الطريقه اللي هن اخذوها فيها. هلا نحن كان في تنسيق حلو بيناتنا بالبدايه كمخرجين، حاولنا الكاست نتفق عليه، حاولنا الممثلين، الاجواء العام، البيت، تعرف في شغلات مشتركه كثيره بيناتنا نحن. الحمد لله قدرنا ننسق الموضوع وقدرنا نتفق على أمور معينة. 4 مخرجين، كيف قدر يطلع العمل بروح واحدة؟ كل مخرج شو أخذ يعني ورؤيته كيف كانت، وشو هي السلبيات اللي واجهتكم؟ هلأ ما فينا نقول هو روح واحدة، هي شغلة واقع حيشوفوه الناس. هو قصة واحدة لنقول، الأستاذ سامر إسماعيل هو اللي كاتبها، بس فيك تقولي هو أربع أقسام، يعني الافضل الواحد يحضر حاله يفوت يشوف 4 لكل أقسام. قسم بصمه، كل قسم بصمه، بس بالنهايه هي كلها بتدور بفلك الموضوع اللي نحن عم نمشي فيه. هلا السلبيات مثل قلت، ممكن المشاهد يعني يفوت يشوف اول قسم، ثاني قسم، ممكن يعجبه رابع قسم، ممكن يعجبه اول قسم، كل انسان له ذوقه وله هذا الشيء. بس بالاجمال مثل ما قلت لك، اذا هو فايت حابب يشوف كنوع من الثقافة وكنوع من إنه فيلم فريد من نوعه، تفايت تشوفه فهو حينبسط فيه. صحيح، يعني مثل ما قلت هو 4 أقسام لكل حدا بيرغب مثلا، أو مثل ما قلت هي أزواء. أحيانا ممكن أنا تابع فيلم معين يلفتني، سمر تابع فيلم هو نفسه تقلي لا أنا ما حبيته تماماً. يمكن هيدي القصة نسبية معنا بالشيء المطلق. يزن يعني تجارب عديدة قمت فيها، وتجربة خلينا نقول السينما هي من أجمل التجارب، وخاصة أنت ابن مخرج كتير كبير، ويعني مثل ما بيقولوا أنه بيعطيك من روحه، أو ممكن أنت تقتدي فيه بشغلات. شو رأيك بالإخراج السينمائي؟ هلا الاخراج السينمائي اكيد للشباب نحن عم نحكي. هلا بصراحه مهنه الاخراج هي اجمل مهنه بالعالم واصعب مهنه انا بعتبرها، يعني بيجوز في مهن ثانيه صعبه، بس هي المهنه صعبه جدا لسبب انه انت بدك تحاولي تكوني ملمه بكل شيء، يعني باللوكيشن، سواء التصوير، الديكور، المونتاج، الاكسسوار، حتى تصور يعني ممكن شغلات بسيطه، راكور، قصص هيك، لازم هو يكون المخرج على اطلاع فيها. هذا الشيء بيكسبك خبرة بالحياة كبيرة،
والإخراج هو بالأخير هو رؤية، يعني رؤية الإنسان شلون هو شايف الدنيا، شلون حابب يقدم أفكاره، شلون أنت بتحسي شيء كان بالخيال وهلا صار على الواقع قدامك. فهذا الشيء كتير حلو يعني، وصعب أي إنسان يعني إنه ما ينجر وراء هيك شغلة ويتمنى إنه يساويها. كلياتنا بنتمنى نحقق أحلامنا أكيد. فالإخراج هو تحقيق أحلام أكيد. على الأرض. ضرورة طرح أنواع جديدة بالدراما، أدي هذا الشيء كتير مهم ولازم نسلط الضوء عليه اليوم. أنواع جديدة بالدراما، أنه مثلا ما نكون مثلا محصورين هلأ مثلا الدراما السورية عم تكون عن الأزمة السورية حصرا خلال هاي الفترة، فنحن محصورين خلال الأزمة بهاي الدراما السورية حصرا، أما الدراما الثانية صاروا عم بيطلعوا مشان ما يكونوا، شو ممكن تعطي هلأ كلمة؟ هلأ نحن بصراحة فعلا بأزمة حقيقية بالنسبة للدراما لأسباب عدة، يعني فيك تقول في شيء من ورانا نحن وفي شيء علينا. طبعا اللي علينا هو لانه عم يحاربونا، لنقول في قنوات مو حابه تعرض شيء سوري، انا بتفهم هذا الموضوع اكيد من وراء الازمه اللي صارت وموقفنا نحن الثابت ضد العدو الصهيوني وهذا. بس بالمقابل كمان نحن عم نحاول كثير، انا اللي بشوفه انه نعمل شيء رائج بالسوق بيقولوا، يعني مثلا بيئه شاميه، سيتكوم مثلا، اجتماعي. يمكن انت عم تحكي فهذا الشيء تكراره تماما، تكراره هذا الشيء بصراحه عم يقتل الدراما. يمكن عم تحكي انت كحدا بقلب المهنة وكحدا متابع للأعمال الدرامية، يمكن احنا انتقلنا للأعمال الدرامية لنسلط الضوء على رؤيتك كمخرج سينمائي بالأعمال الدرامية. جوري، خلينا نحكي نرجع للفيلم جوري يلي ايضا خلينا نقول بيمثل هيك تجربه شابه جميله، الاسم لحاله جميل، انا عم اقول الاسم هيك بنغم جوري، قديش كانت تجربه حلوه وخاصه للسينما الشابه. جوري كثير فيلم عزيز علي على قلبي، الحمد لله اجت مدام روبين عيسى كانت معنا كثير، كانت دورها قوي فيه، استاذ بيير داغير كان في شهد الزلاء طفلة معنا كتير كتير عظيمة، الطفلة جد عملت أداء رائع، وخصوصا ما عنا ولا كلمة إلها، يعني يمكن حكت جملة صغيرة بالفيلم، وعندك مدة 26 دقيقة بالفيلم ما بتحكي، هو كل شيء عبارة عن تعبير وجه وتعبير الحركة وتعبير الرياكشن، فهذا بيتطلب ممثل عنده قدرات عالية. القصة هي عبارة عن رحلة سينمائية روحانية، يعني بكرة بنشوف، لأنه نحن كتير سلطنا ضوء على الروح بهذا الفيلم، فكان الموضوع حساس جدا. قلت لهم أنا أثناء التصوير لكل الكاست، قلت لهم نحن ما بيكفي أنه نعمل الصورة حلوة، وما بيكفي القصة تكون حلوة، وما بيكفي التمثيل حلو، إذا ما ضخينا شيء من روحنا كلياتنا بقلب هذا العمل، هذا العمل بده يفشل. المشاهد حيحس كان إن شاء الله يا رب. هلأ بدنا نعرضه إن شاء الله قريبا، هلأ عم نشتغل على الموسيقى لأنه الموسيقى كتير حساسة بهذا الفيلم، استاذ خالد رزق ان شاء الله هو اللي بده يعملنا اياها. بدنا نحاول نعمل شيء جديد حتى بمجال الموسيقي، ندخل شيء روحاني بالعمل، فعم نحاول على مهلنا هلا نعمل شيء صح كرمال ان شاء الله يرضي الجمهور. شو قصته هو بمختصر جوري؟ جوري هلا في عندك انت للاسف تعرفي شو صار عندنا نحن مجازر بمناطق سورية عدة أكيد. يعني فاتوا مسلحين وفاتوا عالم وذبحوا العالم بلا أي سبب، يعني بس لمجرد أنه هن بهالمنطقة محطوطين، فهي كانت أحد ضحايا هاي القصة هي وعائلتها. فصفيت هي البنت لحالها بمنطقة مسلحين وعم تحاول تتعايش مع الموقف، وهي معها هامستر صغير عم تحاول كمان تدير بالها عليه طول الوقت. فانت انا ما بدي احرق اكثر من هيك، اكيد بتشوفي رحلتها لهي الطفله الصغيره بهالوضع كثير سيء، اكيد شلون هي قدرت تتعايش مع هذا بكل الموقف. المراحل وبكل الحالات. هلا اكيد قصه كثير حلوه واكيد كثير مميزه، وشوقتنا اصلا نحن لنروح ونتابعه اول ما ينعرض. بما انه انعرض حنين الذاكره، شو توقعاتك كحضور وكتفاعل الجمهور معه؟ صراحة أنا بحيي أكيد زملائي المخرجين الآخرين على اللي عملوه امبارح، أنا لشفت الفيلم كامل لنقول الأصداء الأصداء الحمد لله إيجابية، يعني الناس وخصوصا النقاد، يعني أنا هذا اللي بتعرف النقاد بيخاف الواحد إنه الناقد بده يقلك، يعني لا الحمد لله النقاد حتى كانوا مبسوطين من العمل،
بالتأكيد في هفوات، في أمور صغيرة حنعاني فيها. أنا دائما بقول لهم شغلة، المخرج اللي بيفكر حاله إنه هو أهم مخرج بالعالم ووصل للي بده إياه، هذا مصيره الفشل. فكلياتنا نحن هاي التجارب نتعلم منها، ممكن نخطأ المرة الجاية نتعلم من هذا الخطأ، ممكن نعمل شيء أفضل المرة الجاية. أنا لهلا بتعلم، وبعد أنا بسابق 25 فيلم قصيرة فكرة، بس الناس ما شافته لأني أنا كنت تعليمين هدول، وآخر 5 أفلام هن اللي تسلط عليهم الضوء. تاتشو خبز والله معنا، وبعدين في عنا هلا جوري وحنين الذاكرة. حلو. فكلهم أنا بقول لك لهاللحظة أنا لسه عم بتعلم، إن شاء الله يا رب بالمستقبل يكون استفدت من هالقصص كلها اللي أنا اشتغلت فيها. يعني يا زن نجدد انزور، يمكن اليوم كان لصباحنا طعم ونكهة خاصة، وخاصة نحن سلطنا الضوء على السينما الشابة. حكيت كلمة كتير حلوة، نحن منضل نتعلم، ما يعني كل ما نحن مرينا بتجربة يمكن عم ننصقل أكثر وأكثر لننجح. إن شاء الله يا رب هيك بيكون النجاح مرافقك بكل خطوة. الله لا يضيع لكم تعب أنت وكل فريق العمل. بدنا نتشكر كتير وجودك معنا. شكرا كتير إليك أولاد.